هنا في ساحة الساعة أمام مبنى الحكومة المحلية في الديوانية تظاهر العشرات من ذوي ضحايا الاحتجاجات صباح اليوم للمطالبة بالقصاص من قتلة أبنائهم وعدم تسويف القضية، رافضين محاولات التسوية وإفلات المتورطين من العقاب على رأسهم المحافظ وقائد الشرطة. وكانت القوات الأمنية في الديوانية قد استخدمت العنف المفرط لتفريق المتظاهرين في بداية انطلاق الاحتجاجات مطلع تشرين أكتوبر، واستخدمت الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع بكثافة، مما تسبب بسقوط العشرات بين قتيل وجريح. وما زالت الديوانية تشهد تظاهرات يومية تشارك فيها فئات مختلفة ونقابات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بالتدخل الإيراني، وسط تعطيل شبه تام لأغلب الدوائر الحكومية التي أعلنت الإضراب تضامنا مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.